يعني انا مسجل. طيب كبرها لنا من فضلك يا سباعي، عايزين نشوف الصوره اللي في الويندو الثانيه في النافذه الاخرى. مطار بلجيكا الان امام حضراتكم عقب الانفجارين طبعا اللي حصلوا في مطار بروكسل، وده نقلا عن قناه يورو نيوز اون اير. احنا على الهواء مباشره في اخبار عاجله من اليورو نيوز، وزي ما قلت لحضراتكم من اقل من يعني تلت ساعه او ربع ساعه حصل انفجارين، وزي ما حضراتكم شايفين السلطات البلجيكية بتقرر تعليق الرحلات لبروكسل، والسلطات أخلت بالفعل أو بتخلي حاليا زي ما حضراتكم متابعين معانا صالة المغادرة في مطار بروكسل. هنفضل طبعا كل شوية نقطع كلامنا ونروح على هذا الحدث، يعني هنعرف تفاصيل أكتر، وأكيد حصل فزع شديد للموجودين في المطارات.